السلام عليكم اعزائي في كل مكان، اهلا بكم حلقه جديده والزرع وسنين. النهارده هنزرع نوع من اشجار الزينه. انا كنت ماشي في الشارع لقيت شجره زينه جميله جدا، والقرون بتاعتها محضره ومنفجره، والبذور هي على ان هي تتزرع على طول. ادي شكل البذره بتاعتها، صغيره جدا وخفيفه جدا ومخصصه ان هي تنتشر بالهواء اول ما القرن يفرقع. ادي شكل القرن وادي شكل البذور، تحتوي على كميه كبيره جدا من البذور جوه. طبعا البذور اللي تحت في ايدي اليمين دي بذور تيكوما، ملناش دعوه بيها، انا بتكلم على البذور دي اهي. انا مش هقول لكم على اسم الشجره دي، وعليكم كل واحد يقول لي اسم الشجره دي ايه في بلده، لان ليها اسماء مختلفه حسب الدوله. فانا منتظر بقى منكم في الكومنتات تقولوا لي اسم الشجره دي عندكم ايه. يلا بينا نزرعها بالطريقه بتاعتنا الجميله، اللي هي ناخد البذره نحطها في التربة ونغطسها قيمة سنتي ونردم عليها، وكمان نديها شوية مية، وكمان هعمل لها الحضانة اللي احنا متعودين عليها كده، وهقفلها طبعا من فوق. وخلينا نشوف بعد 10 ايام البذرة دي هتعمل ايه. انا هزرع مجموعة بالبذور دلوقتي ونشوف بعد 10 ايام معدل الانبات هيبقى شكله ايه. يلا بينا. وبعد اسبوعين ده معدل النمو، تقريبا اغلب البذور نبتت حتى اللي في الكوبايات اهي نبتت. لما نوصل للمعدل ده بنشيل الحضانة ونبتدي نعرضها للشمس ساعة واحدة في اليوم تكون الصبح، علشان الشمس متبقاش حامية وتقتل البترات او الشتلات الجديدة دي. ان شاء الله في الجزء التاني هنشوف المعاملات الزراعية بقى للشتلات دي علشان تكبر وتوصل للورق الحقيقي بتاعها، وبعد كده نبتدي نفرد الشتلات بقى من القصيص ونبتدي نأسس الشجرة بقى تربية وتأسيس وكل المعاملات الزراعية اللي هتحتاجها. ولحد هنا اعزائي في كل مكان تكون خلصت حلقتنا النهاردة. شكرا، السلام عليكم.